رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلوح بخروج قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش من بلاده، ومسؤولون أمريكيون وعراقيون يكشفون عن جدول زمني تم الاتفاق عليه بين واشنطن وبغداد. فهل بات خروج القوات الدولية من العراق أقرب من أي وقت مضى؟ أنا مكي هلال، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع وضد. الجميع يعلم أن الحرب الدولي الإيراني صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه سيتم الإعلان قريبا عن مخرجات اللجنة الأمنية المشتركة بين بغداد وواشنطن والهادفة إلى التوصل لاتفاق لخروج قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش من العراق، مؤكدا أن مبررات وجود هذه القوات لم تعد قائمة، كما أكد مسؤولون عراقيون وأمريكيون لوكالة رويترز أنه تم الاتفاق على جدول زمني لإنهاء مهام التحالف تقضي بخروج مئات الجنود بحلول سبتمبر من العام 2025 على أن يغادر من تبقى منهم مع نهاية عام 2026. تأتي هذه التصريحات في وقت تخبع فيه المنطقة على صفيح ساخن وسط مخاطر اندلاع حرب إقليمية ليس العراق بعيدا عنها، في ظل تنامي النفوذ الإيراني في البلد الذي تحول ساحة لحرب بالوكالة بين الفصائل الموالية لإيران والقوات الأمريكية. أما هدف وجود قوات التحالف فلا يزال قائما وفق سنت كوم القيادة المركزية الأمريكية، والتي أكدت أن تنظيم داعش ضاعف من عملياته مقارنة بالعام الماضي. فهل يمكن للعراق فعلا سد الفجوة الأمنية التي قد يخلفها انسحاب القوات الدولية، أم أننا أمام مناورة سياسية أخرى؟ الجميع يعلم أن الحرب الدولي الإيراني نرحب بضيفينا كالعادة. قبل أن نستهل النقاش، معنا من بغداد السيد واثق الجابري، نعرف به في أسطر قليلة. هو باحث في الشأن السياسي وكذلك رئيس مركز كتاب العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ الجابري إلى مع وضد. في الجهة المقابلة يرافقنا من أربيل الأستاذ غانم العابد، كذلك في أسطر قليلة. هو محلل سياسي وباحث في الشأن العراقي، هو عدا عن ذلك كاتب صحفي في جريدة عكاظ. أهلا وسهلا بك أستاذ العابد إلى مع وضد. الجميع يعلم أن الحرب الدولي الإيراني قبل بدء النقاش مع ضيفينا نتابع معنا ومعكم تصريح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول إنهاء مهام قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق في لقاء له مع قناة بلومبرغ. بدأت حكومتي ببرنامج حكومي تم عرضه على مجلس النواب وحصل تصويت بعد عرض الكابينة الوزارية، هذا وفق الإجراءات الدستورية. وكان من ضمن البرنامج الوزاري هو إنهاء مهمة التحالف بعد أن انتهت مبررات وجود التحالف الدولي. اليوم العراق في 2024 ليس العراق في 2014، حيث انتصرنا على داعش بفعل تضحيات ووقفة الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه، وأيضا بفعل دعم المجتمع الدولي والأصدقاء، ونحن نقدر ذلك. وجدنا أن هذه المبررات انتهت، ليس هناك حاجة لوجود تحالف قوام 86 دولة. نحن تحولنا من مرحلة الحروب إلى مرحلة الاستقرار. داعش أيضا لا يمثل الآن تهديد للدولة.
ممكن أن يكون هو جزء من التحديات الأمنية، حالها حال تجارة المخدرات، الجريمة الجنائية بهذا المستوى. لا يرتقي اليوم وجود داعش كأفراد مذعورين يختبئون في الكهوف، في الصحارى، في الجبال، إلى تهديد حقيقي للأمن والاستقرار. وفق هذه الرؤية والتقييم بدأنا بالحوار مع أصدقائنا في التحالف الدولي، وكان حوار صريح في تخلل المزيد من النقاشات وعلى مختلف المستويات. توج أخيرا في زيارتي إلى واشنطن والحديث مع الرئيس بايدن، شكلنا لجنة في آب 2023، لجنة ثنائية بين القادة العسكريين للبدء بالحوار. وبالفعل وصلت هذه اللجنة إلى تفاهمات حول ترتيب هذا الانسحاب. كان من المؤمل أن تعرض نتائج ويتم الإعلان، لكن حرصا منا على عدم خلط الأوراق أو إحداث سوء فهم في انتهاء مهمة التحالف، كانت الرغبة أن نؤجل هذا الإعلان والذي من المؤمل أن يتم قريبا، حيث سنشارك في مؤتمر دولي للتحالف ضد داعش أو ضد الإرهاب، والعراق بصفته عضو أصيل تصدر الصفوف لمواجهة الإرهاب. انتهاء مهمة التحالف، وهذه النقطة المهمة، لا تعني القطيعة بين العراق ودول التحالف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بالعكس نحن بنفس الوقت نخوض حوارات ثنائية من أجل إقامة علاقة أمنية مستدامة، فضلا عن العلاقات الأخرى الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية. أبدأ طرح الأسئلة معك أستاذ واثق الجابري. استمعت معنا لما جاء في تصريح السوداني أشار فيه إلى تجنب الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأمنية المشتركة مع واشنطن تفاديا لأي سوء فهم. ما هو سوء الفهم الذي يشير إليه السوداني في تقديرك؟ ما الذي تغير الآن؟ وهل السياق الزمني وهذه اللحظة السياسية أي علاقة بسوء الفهم هذا؟ نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام. بدءا لا بد أن نتحدث يعني عن المعلومات أو آخر مفاوضات والاتفاقات التي سيعلن عنها قريبا. وأنا أتحدث بمعلومات سوف يعلن عن الاتفاق النهائي بين البلدين في 27 من هذا الشهر، والاتفاق سوف يتضمن خفض القوات تحت خط خط العرض 36 جنوب الخط 36 في نهاية إلى نهاية هذا العام، ومن ثم تصفيرها في نهاية عام 25، والقوات الأخرى سيبدأ خفضها خلال العامين. تبقى قاعدة واحدة في دهوك وليس في أربيل، وتبقى هذه القاعدة لمدة عامين وهي نهاية عام 26 لأجل تنظيم أمور الانسحاب في من سوريا. هنا سوء الفهم قد يعتقد ان يعني ان الأحاديث التي تجري او ان الاتفاق او ان المفاوضة العراقية يعني ان هذه كلها أحاديث للإعلام فقط او للاستهلاك الإعلامي، لذلك الحكومة أثبتت مصداقيتها باعتبار هذه القضية هي جاءت ضمن البرنامج الحكومي وبموافقة كل القوى السياسية ودون مزايدة أو ضغط أو خضوع لإرادات سياسية أو لإرادات خارجية. بالتالي الفهم أن الحاجة لخروج القوات الأجنبية أو القوات الأمريكية جاءت وفق معطيات عسكرية فنية قدرت أن العراق غير محتاج إلى هذه القوات، وانتفت الحاجة باعتبار خطر الإرهاب لم يكن مهددا للأمن العراقي، والقوات الأمنية العراقية تلاحق بقية المجاميع أو الجيوب المتواجدة داخل العراق. لذلك الحكومة تريد أن توضح أو تريد أن تثبت على أرض الواقع أن المفاوض العراقي وأن الطرفان كانا جادان في عملية التفاوض من أجل إنهاء هذا الملف. جيد، أمضي إلى أربيل الآن إليك أستاذ غانم عبد. السوداني أكد أن مبررات
وجود قوات التحالف الدولي لم تعد موجودة وأن داعش لم يعد يشكل تهديدا حقيقيا على العراق، هل تتفق مع رأي رئيس الوزراء أولا، ولم تكن 10 سنوات كافية لمحاربة هذا التنظيم ودحره؟ نعم، تحيات استاذ مكي وتحيه لضيفك الكريم وجميع المشاهدين. حقيقه يعني كلام السيد رئيس الوزراء يعني نوعا ما يتناقض مع الاحداث التي جرت قبل اسبوعين، يعني عندما تم مهاجمه وكر لداعش في محافظه الانبار وتم اصطياد قيادات الصف الاول من داعش في هذه العمليه والتي اعلنت من قبل خليه الاعلام الامنيه وبمشاركه القوات العراقيه، كانت هناك قوات عسكريه قتاليه شاركت في هذا الهجوم. كيف من جهة نحن لسنا بحاجة إلى القوات الأمريكية ومن جهة هناك مشاركة فعلية من قبل قوات أمريكية في هكذا عمليات؟ ثانيا هناك تصريحات يعني نوعا ما متناقضة، السيد رئيس الوزراء مثلا يتحدث أنه لم يعد هناك حاجة لوجود قوات التحالف الدولي، اليوم مثلا السيد رئيس إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني يتحدث أن خطر داعش لا زال قائما، السفيرة الأمريكية اليوم في تغريدة أيضا تتحدث بهذا المجال أن العراق ليس آمنا بهذا الشكل الكبير. أنا أعتقد أن وجود الولايات المتحدة كان بالإمكان أفضل مما كان، بإمكاني أن أتفاوض مع الولايات المتحدة خاصة وأنا أسعى لبناء جيش قوي قادر على حماية العراق، أن أستفيد من التواجد الأمريكي في هذا الموضوع، حتى لو أقوم بتمديد وجود القوات الأمريكية إلى 5 سنوات أخرى من أجل أن يكتمل لدي مؤسسة عسكرية نظامية قوية مسلحة بتسليح حديث بالاستفادة من وجود القوات الأمريكية في العراق، وبعد ذلك أتفاوض على خروج القوات الأمريكية، خاصة أن العراق بحاجة إلى الأمريكان سياسيا اقتصاديا عسكريا. خروج القوات الأمريكية أصبح بشكل يعني واقعي اليوم. مثلا هناك حديث أن القوات الأمريكية ستغادر المنطقة الخضراء، ستغادر مقر العمليات المشتركة إلى شهر 9 أكتوبر العام القادم، لن يكون لها وجود في 15 محافظة من محافظات العراق، وبعد ذلك ينتهي وجودها في إقليم كردستان لحد نهاية شهر أكتوبر 2026 لن يكون لها وجود. أنا أعتقد أنه بما أن بالأساس العملية السياسية بالعراق هي نتيجة غزو الولايات المتحدة للعراق وهي الراعية لهذه العملية، كان بإمكاني أن أستفيد من الولايات المتحدة مثلا أن أكون صديق لدول التحالف الأطلسي، وهذا يحميني من أي اعتداء يقوم لكن في على كل الأحوال اليوم عندما نتحدث أن تركيا تغلغلت في العراق لمدى 40 كيلومتر وليس هناك أي رد فعل من لا الحكومة العراقية ولا القوات المسلحة العراقية، على العكس صحيح تماما، ما تقوله هناك صمت كامل على كل هذا التغول. أيضا ليس قدرها أن تظل للأبد هناك، جاءت بمفعول الغزو وأسبابها، الآن يقول قائل ربما أسبابه انتفت وعليها أن تغادر من أجل حل سيادي عراقي أيضا وسيطرة أمنية وعسكرية. على كل الآراء تختلف في تقدير الوقت والموعد. ربما أعود لسيد واثق الجابري لأسأل أيضا، السوداني أشار إلى شراكة أمنية مستدامة بين العراق والولايات المتحدة عقب انسحاب القوات الأمريكية، كيف سيبدو شكل هذه الشراكة الأمنية إذا وكيف ستختلف عما سبقها من اتفاقيات، خصوصا إذا غادرت هذه القوات وهي ركن أساسي في أي عمل أمني أو اتفاقيات في المستقبل؟ يعني بدء لا بد أن أعقب بكلمتين يعني عن كلام الضيف. طبعا أولا إقليم كردستان ليس معترضا، وإنما رئيس الإقليم السيد نجرفان بارزاني أقر وصوت مع ائتلاف إدارة الدولة بعملية الانسحاب، وزيارة السيد مسعود البرزاني إلى بغداد أيضا قال لا مانع من مسألة الانسحاب، والعملية العسكرية التي حدثت هي في الصحراء وعلى بعد 80 كيلو وهذه فيها بحث عسكري تحتاج إلى قوات أمنية عراقية. أما في صدد سؤالكم، العراق طبعا يسعى إلى بناء علاقات ثنائية مع دول حلف الناتو ومع الولايات المتحدة تحديدا، ووقع رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن جملة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وأيضا التقى حتى برجال الأعمال
أصحاب رؤوس الأموال هناك ومن العراقيين وأيضا من الشركات الموجودة في الولايات المتحدة. لذلك الشراكة ستكون بمستوى عالي من الصداقة بين البلدين، والشراكة أيضا في مجال التسلح وتطوير قدرات القوات الأمنية، وننتهي من هذه المشكلة التي ربما هنالك في الداخل العراقي احتراض على وجود القوات الأمريكية، أو هو تدخل الولايات المتحدة بشكل أو بآخر ما يخل بطبيعة سيادة البلد. لذلك العراق لا يريد أن ينهي علاقته مع الولايات المتحدة أو مع أي دولة من هذه الدول، ووقع أيضا مع الدول الأخرى جملة من الاتفاقات يريد أن يحول العلاقة إلى استثمارات واقتصاد، وأيضا يفعل الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين المتعلق بملفات فيما يخص الاستثمار والاقتصاد والتربية والتعليم والطرق وأيضا الذكاء الصناعي وغيرها من المجالات والبنى التحتية. وكل هذه المجالات وقعت يعني مع الولايات المتحدة منذ يعني قبل عام 2000 ومنذ عام 2008 ولم تنفذ. كان يعني ربما القضية المتفق عليها أو القضية المفعلة فقط هي الجانب الأمني. الآن العراق بهذا الاستقرار يسعى إلى تفعيل القطاعات الخاصة وبالذات يعني في مجال الطاقة، يحاول أن يستفيد واضح من الاستثمارات الشركات الأمريكية. نعم، أعود إليك أستاذ غانم. نفوذ إيراني غير مسبوق في العراق مثلا في ظل هذا الوجود العسكري الأمريكي والدولي، هل من ضمانات لعدم تزايد هذا النفوذ في حال انسحاب قوات التحالف؟ البعض يخشى من هذا الفراغ، هل كان وجودهم أصلا رادعا؟ أقصد القوات الأمريكية. لا ننسى أن أول زيارة الرئيس الإيراني الجديد كانت للعراق، هذا يعكس الاهتمام الحقيقي والكبير لإيران بالعراق اليوم. نعم، يعني حقيقة أستاذ مكي، متى العراق طلب إخراج القوات الأمريكية من العراق؟ ومتى صوت مجلس النواب على قانون حين أرادت إيران تقصد من العراق؟ كان مباشرة بعد، نعم عفوا، إيران مباشرة بعد عملية اغتيال قاسم سليماني في العراق، مباشرة صدر هذا القانون على الرغم من تحفظ البيت السني والبيت الكردي على هذا القرار، إنما هذا القرار صوت داخل مجلس النواب وبقي في أدراج مجلس النواب. تم تجديد هذا الطلب مباشرة بعد عملية طوفان الأقصى والصراع ما بين حماس وما بين إسرائيل. حكومة السيد السوداني تعهدت بإخراج القوات الأمريكية. إذن الموضوع منذ البداية كان يعني رغبة إيرانية وليس لمصلحة عراقية. بالتأكيد اليوم الفراغ الذي يعني تخلفه غياب القوات الأمريكية أو غياب الولايات المتحدة من الساحة العراقية بالتأكيد سيصب بصالح إيران وبصالح الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، خاصة ونحن نعيش يعني صراع كبير في المنطقة، خاصة مع تصريحات الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران أنها ستشارك في هذا الصراع، مما يعني قد يقحم العراق، يعني مثلا على عكس سياسة السيد السوداني الذي يسعى مثلا لسياسة متوازنة أن لا يقحم العراق في مثل هكذا معارك. نجد أن إيران تحاول وبكل الطرق أن تبعد النار عن إيران وأن لا يكون لها أي دور في هذا الصراع. رأيناها تركت حماس، رأيناها تركت حزب الله اللبناني، وأخشى أن تقحم الفصائل العراقية ويدفع العراق هذا الثمن، وبالتالي تسحب إيران نفسها من هذا الصراع. لهذا عندما مثلا نتحدث أنه كان مثلا إبقاء الولايات المتحدة لسنتين أو ثلاثة أكثر هو للحفاظ على الاستقرار الموجود في العراق، خاصة بعد ما شهده العراق من اقتتال، من سيطرة داعش، من يعني مشاكل وخلافات سياسية. لهذه الأسباب نرى أن خروج الولايات المتحدة من العراق بالتأكيد سيصب أولا وأخيرا بصالح إيران وصالح الفصائل المسلحة المرتبطة بها. واضح. إذن لابد أن نذهب ضيفينا الكريمين إلى فاصل قصير. مشاهدينا الأعزاء، نعود بعده لنناقش مع ضيفينا هل أصبحت قوات التحالف عبئا على العراق اليوم؟ نعود بعد قليل.
أهلا بكم من جديد. هجمات عدة تعرضت لها القواعد الأمريكية في العراق منذ 7 أكتوبر. نتوقف الآن مع تسلسل زمني لأبرز تلك الهجمات ثم نستكمل نقاشنا مع ضيفينا. أستاذ غانم عابد، سنفتح الأسئلة معك. القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا والأردن باتت هدفا لإيران والفصائل الموالية لها في الفترة الأخيرة، ألا يهدد وجود هناك أمن هذه البلدان من زاوية أخرى؟ نعم، يعني حقيقة القواعد العسكرية خاصة في العراق تعرضت لأكثر من 70 هجوم، يعني نتج عنه يعني قتل أعتقد 3 جنود ومتعاقد، وهناك يعني إصابات بالعشرات بسبب هذه الهجمات. وبالتأكيد يعني هذا الموضوع كان سيؤدي بالعراق إلى رد فعل أمريكي لولا تدخل حكومة السيد السوداني، وبالفعل نجح السيد السوداني في إيقاف هذه الهجمات بعد الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق المطار الذي عقد في مطار بغداد ما بين يعني الطرف الأمريكي والطرف الحكومي العراقي، والذي بموجبه توقفت هذه الفصائل عن قصف القواعد العسكرية سواء في العراق في قاعدة حقل عمر النفطي أو حتى في الأردن. لكن أعتقد قبل 2 أو 3 عادت مثل هكذا هجمات. الحكومة العراقية كانت ترى أنه قد تكون هناك ردة الفعل الأمريكية قوية جدا باستهدافات تقوم بها داخل العراق، لهذا سعت منذ البداية لمحاولة احتواء الموقف بوساطة إيران. يعني هذا الاجتماع كان حاضر فيه إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني، والذي يعني مثل ما يعلم الجميع أنه ضابط إيقاع هذه الفصائل، نتج عنه إيقاف الهجمات على القواعد الأمريكية. وبالفعل يعني لشهور عديدة لم تقم هذه الفصائل باستهداف القوات الأمريكية. لكن اليوم مثلا بعد انسحاب الولايات المتحدة، هناك اليوم مثلا في المنطقة هناك الكثير من القواعد الأمريكية موجودة مثلا في الكويت، في قطر، في البحرين. هناك ما يقارب 45,000 مقاتل أمريكي موجود في المنطقة. بعد انسحاب الولايات المتحدة سواء من العراق أو حتى من سوريا، هل تضمن الحكومة العراقية أن هذه الفصائل لن تقوم بمهاجمة مثلا القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي في دول الجوار مثلا داخل دول الخليج العربي؟ هو هذا السؤال مثلا الذي سيوجه إلى الحكومة العراقية. واضح. أذهب إليك سيد واثق الجابرين، كان لديك تفاعل مع هذه النقطة أولا، ثم سبق وأن أخلت الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية مسؤوليتها من هجمات على قواعد أمريكية نسبتها أيضا إلى ميليشيات غير تابعة لها، ألا يعكس هذا نقصا في القدرات الأمنية الحالية والعسكرية للعراق وعدم جاهزية لمغادرة هذا الحليف الأمريكي القوي أمنيا وعسكريا؟ هي الحكومة العراقية طبعا لم تقبل بهذه الضربات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية، وباعتبار هذه القوات جاءت باتفاق بين البلدين، ومن المفترض يعني أو باشتراطات هذا الاتفاق أن تكون محمية من قبل القوات الأمريكية العراقية. لكن بنفس الوقت الحكومة العراقية يعني مثلما لاحقت واعتقلت يعني في إحدى الضربات اعتقلت من قاموا بقصف السفارة الأمريكية في بغداد، وتلاحق هؤلاء الجماعات وتتهمهم أيضا وتعتبرهم متمردين على القوانين. وبنفس الوقت الحكومة العراقية لا تقبل أن يقوم الجانب الأمريكي
بالرد وإنما يترك الأمر للحكومة العراقية، واعتبر الرد الأمريكي عدوانا. يعني عندما قامت القوات الأمريكية بالرد في أكثر من مرة وقصف مواقع، اعتبرت هذه ربما يؤثر على السيادة وعلى الاتفاقات بين البلدين. لذلك الأمر هو الحكومة العراقية تريد أن تضبط الإيقاع وتقول عندما تتعرض القوات الأمريكية نحن المسؤولين عن حماية هذه القواعد، وبنفس الوقت لا يحق للجانب الأمريكي أن يتحرك في داخل العراق. هنا الاختلاف أنه الاتفاق الموجود بين البلدين أن القوات المعرف عنها في داخل العراق بأنها قوات للتدريب والاستشارة، يعني حسب ما تعلن الولايات المتحدة، لكن في واقع الأمر ما موجود هي قوات قتالية. هذا ما دعا الفصائل للرد، وباعتبار ما يحدث في المنطقة الإقليمية وعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل والعمليات الأخرى، لكن بنفس الوقت هذه الفصائل التزمت عندما تعهد الجانب الأمريكي أو شرع الطرفان بالتفاوض، ولم نجد إلا حادث أو حادثين، ومع ذلك ضمن الحوادث التي تحدث هي ضمن قواعد الاشتباك التي ربما لا تثير إلى التصعيد، وكلما حدث التصعيد توجد تدخلات ومنها حكومية من أجل إيقاف هذا التصعيد. أشكرك إليك سيد عابد مرة أخرى. موقف الأحزاب والقوى الشيعية العراقية مؤيد لخروج قوات التحالف، أريد أن أسألك عن موقف القوى والأحزاب السنية والكردية. إذا قلبنا مواقف الأحزاب، ما أكثر ما تخشاه من هذا الانسحاب؟ وهل هي جزء من المفاوضات الدائرة مع واشنطن أم مغيبة تماما؟ يعني الموقف السني والكردي كان واضحا من خلال تصويت مجلس النواب العراقي على اخراج القوات الامريكيه. يعني انا اتذكر كان واضحا هناك تحفظ كبير، وكان يعني البيت السني والبيت الكردي مع ابقاء الولايات المتحده لفتره اطول، يعني هناك خشيه من البيتين ان خروج الولايات المتحده س يعني يجعل ايران تبتلع العراق بالكامل، وستكون هي يعني المتنفذ الوحيد، وهي من ترسم السياسات، وهي من تسيطر على القرار السياسي أو العسكري أو حتى الاقتصادي في العراق. لهذا كان هناك تحفظ من قبل البيت السني والبيت الكردي. بالنسبة للإطار التنسيقي كان واضحا لديه رغبة كبيرة، بدليل يعني كل النواب دخلوا إلى مجلس النواب وحققوا الأغلبية، وأصدر مجلس النواب قراره بإخراج القوات الأمريكية. أعود إليك أستاذ الجابري. عقب سنوات قليلة من انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 بدأنا نشهد صعود تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء كبيرة من البلاد بحلول العام 2014. ما ضمانات عدم تكرار هذا السيناريو، خصوصا أنه التاريخ ينبئنا بسيناريوهات كارثية حينذاك؟ أولا بتعقيب بسيط، طبعا الجانب السني والكردي هو على علم بالمفاوضات، ويوجد من يمثلهم ويوجد ممثل عن وزارة دفاع إقليم كردستان عن البيشمركة في الوفد التفاوضي العراقي، وأيضا ما يعلن عنه في الإعلام هو يختلف عن ما يتحدثون به في كواليس السياسة، والكل متفق على انسحاب هذه القوات. أما مسألة ما حدث من عمليات إرهابية وتصعيد بعد عام 2011، هو لم يكن الإرهاب فقط في العراق، وإنما كما تعرفون خلال تلك السنوات الإرهاب عصف بكل المنظومة الدولية، وبدأت تتحرك يعني من سوريا باتجاه العراق، ولم يكن من العراق باتجاه سوريا أو باتجاه دول أخرى، وإنما من سوريا. وأيضا حدثت عمليات إرهابية في بريطانيا وغيرها من الدول وألمانيا، وكثير من يعني شاهدتم خلال ذلك الوقت الجماعات الإرهابية كانت تتحرك في أوجهها بعد عام 2011، ومن ثم تصاعدت إلى يعني ربما مع بدء العمليات يعني في داخل سوريا، وبدأت تتحرك إلى العراق ودخلت إلى العراق عام 2014. لكن هذه أثرت وانعكست بشكل بآخر على الأمن الدولي، لكن بعد قضاء العراق على منظومة الجماعات الإرهابية بعد عام 2017 لاحظنا انخفاض كبير، وربما نهاية كبيرة للإرهاب في معظم ما كان في أرجاء المعمورة، وبالتالي هذه المجاميع أرادت أن تجد لها موطنا
في على كل نقطة صغيرة سوريا للتصويب والتفاعل. ربما العمليات في العراق بدأت قبل سوريا، والعمليات الإرهابية في العراق بدأت حينما سقط النظام بعد الغزو، حين ذاك المجاميع المسلحة مع اختلاف التسمية داعش أو القاعدة حين ذاك، لكن موضوع سوريا جاء فيما بعد. نعم، لكن المقاتلين كانوا يتوجهون من سوريا إلى العراق للالتحاق بالقاعدة، فيما بعد جاء داعش وكانت عاصمتها في الرقة في سوريا. نعم، فقط نعم وجب هو التدقيق. هو هذا أستاذ فاضل، هذا كان بوجود القوات، يعني هذا كان بعد عام 2003 كان بوجود القوات الأمريكية. نعم. أنتم تحدثتم عن تصاعد العمليات الإرهابية بعد عام 2011، نحن نقر بوجود عمليات إرهابية بعد عام 2003 تصاعدا. نعم، متفقان نحن حول ذلك إذن، ولن نختلف أيضا على هذا الفاصل القصير ضيفينا الكريمين. سنناقش من بعد إنهاء مهام التحالف بين الأهداف السياسية والاحتياجات الأمنية، نعود بعد قليل. أهلا بكم من جديد. 10 سنوات على عودة القوات الأمريكية للأراضي العراقية، نستعرض سويا الآن أبرز محطات عودتها ثم نستكمل نقاشنا مع ضيفينا. أستاذ واثق الجابري، مرة أخرى الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية سبق وأن منحت رئيس الوزراء العراقي فرصة أخيرة لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق كما قالت، هل يبدي السوداني الرغبة السياسية للقوى الضاغطة في العراق على الاحتياجات الأمنية للبلاد؟ هل يسبق هذا على ذاك؟ طبعا قلنا في بداية الحديث أن إخراج القوات الأمريكية من العراق أو قوات التحالف كان مطلبا سياسيا وصوت عليه في البرنامج الحكومي من بداية حكومة السوداني قبل الضغط من هذه القوى، ثم العراق كدولة وبرلمانية التصويت بأغلبية البرلمان، أغلبية البرلمان مع هذا الرأي باختلاف وجهات النظر. طيب لكن المسؤول عن البلاد يراعي الحاجات الأمنية أيضا ويراعي الأمن القومي. نعم، قبل المطالب السياسية لبعض الأطراف. نعم، وإن كانوا من داعميه. نعم هي نعم، ولكن تمت الموافقة وإدراج إخراج القوات التحالف من العراق وفق معطيات ووفق تقارير فنية من قادة الجيش العراقي وخبراء عسكريين، وتم التفاوض يعني خلال هذه جولات التفاوض مع الولايات المتحدة تم دراسة كل المعطيات الموجودة على أرض الواقع، وبالتالي تدارس الطرفين يعني حتى عملية إخراج القوات الأمريكية هي تم جدولتها وفق المعطيات ووفق الاحتياجات ووفق تقدير احتياجات القوات الأمنية بإكمال يعني تجهيزاتها استعداداتها تسلح القوات الأمنية. لذلك
هذا التفاوض كان وفق رؤية الحكومة. نعم بعض القوى لها مطالب وتريد إخراج القوات الأمريكية بالقوة، ومنها تريد بالمواجهة، ومنها تريد بالدبلوماسية، لكن الحكومة اتبعت النهج الدبلوماسي لأجل إخراج القوات الأمريكية، وتقول المعطيات على الأرض أن العراق اليوم مستقرا، وبدأت الحكومة تكسب الثقة بين القوى السياسية والشارع العراقي، وأيضا متوجهة إلى نهوض اقتصادي، لذلك يحتاج إلى شراكات اقتصادية مع دول مهمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم السيد عابد، نبقى مع هذه النقطة. البعض يرى أن الحديث عن إنهاء مهام التحالف في العراق هو مناورة سياسية يحتاجها كل من السوداني في الحقيقة، والإدارة الأمريكية أيضا التي تتعرض لضغوط داخلية لسحب قواتها من الشرق الأوسط. ما رأيك بمثل هذه القراءة؟ تلاقت مصلحة الطرفين يعني فيها؟ يعني أنا أعتقد أن الوضع المنطقة قد يغير الأحداث، حتى انسحاب الولايات المتحدة في ظل ما نشهده من صراع قد تتغير حتى رؤية الولايات المتحدة، وقد لا تنسحب الولايات المتحدة. لكن بالأساس هل خروج إخراج القوات الأمريكية هي يعني للانتفاء الحاجة الأمنية أم لضغوطات سياسية؟ بقناعتي هي كانت بضغوطات سياسية. هذه الفصائل المسلحة أستاذ مكي يعني لها تمثيل سياسي، ولديها أكثر من وزير موجود في حكومة السيد السوداني. لهذا أنا بقناعتي أن هذه الأطراف السياسية مارست نوع من الضغط على حكومة السيد السوداني من أجل إخراج قوات التحالف الدولي من العراق. بالعودة مثلا إلى عام 2014، يعني الدول التي كانت يعني مرتبكة أو وضعها غير منضبط هي كان فقط العراق وسوريا، وبعد سيطرة داعش العراق احتاج إلى تحالف دولي مكون من 87 دولة حتى نتمكن من طرد داعش. لكن اليوم هناك الاضطراب أكبر، اليوم هناك الصراع في غزة، هناك لبنان غير مستقر، هناك سوريا، هناك اليمن، حتى تركيا دخلت في العمق العراقي من أجل قتال حزب العمال الكردستاني. لهذا عندما نقول أن الحاجة الفعلية لإبقاء القوات الأمريكية كان المفروض أن يتم التعامل معها بطريقة أفضل من أن تكون هناك ضغوطات سياسية بإخراج القوات الأمريكية. واضح. أعود إليك أستاذ الجابري، 18 مليار دولار من ميزانية هذا العام تم تخصيصها للمؤسسات الأمنية والعسكرية على أن تصل قيمة هذه التعزيزات إلى 50 مليار دولار في غضون 3 سنوات. هل هذه المبالغ كافية لسد الفجوة التي سيخلفها خروج قوات التحالف؟ والوجه الثاني من سؤالي، وددت أن تتفاعل مع ما ذكره ضيفنا من أربيل، ماذا لو اشتعلت المنطقة؟ هل يمكن أن تراجع واشنطن موقفها هذا إذا صارت حرب معنية بها إسرائيل، هذا الحليف القوي والتقليدي لواشنطن في المنطقة؟ نعم، يعني اولا احتياجات القوات الامنيه العراقيه، العراق يعني وحتى الولايات المتحده هي لا تمانع من عقد اتفاقات يعني مع دول، يعني حتى مع روسيا او الصين او غيره او كوريا الجنوبيه والتشيك وغيرها من الدول، يعني في مجالات مع التسلح وبشكل رئيسي مع الولايات المتحده، واضافه الى تطوير قدرات القوات الأمنية وبالذات في مجالات الدفاعات الجوية، بالإضافة إلى التدريب. لذلك هي هذا الرقم الذي قدر لاحتياجات القوات الأمنية. قد إذا احتاجت القوات إلى مزيد من الأموال قد يرصد لها أموال في الموازنات القادمة. أما فيما يخص إذا اشتعلت حرب في المنطقة، طبعا العراق هو يعني في دستور العراق لا يسمح الدستور العراقي بأن يكون مهددا لأي دولة جارة، لكن فيما يخص يعني القوى الموجودة في داخل العراق وموقف الحكومة العراقية وموقف ربما وموقف معظم الشعب العراقي، قد يختلف في قضايا كثيرة، لكن الشعب العراقي هو يقف مع القضية الفلسطينية ويعني يستنكر كل هذه الانتهاكات التي تحدث. بالتالي الحكومة العراقية اليوم يعني عندما تمسك هي الملف الأمني، أي قوة أيضا عندما يقولون أن القوة ربما تنشط
أو تتحرك في داخل العراق حتما ستنتهي ذرائع هذه القوى التي تتحرك في داخل العراق. فيما بقي من وقت وددت أن أختم معك أستاذ غانم، متى يصبح خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق مواتيا في رأيك، وما الذي يحتاجه العراق قبل الإقبال على مثل هذه الخطوة المهمة؟ يعني أنا أعتقد أن العراق أصبح في مأزق كبير، يعني حتى مع خروج القوات الأمريكية، يعني الخروج أصبح واقعا والقوات الأمريكية فعلا بدأت بالخروج. لكن هناك نقطة مهمة جدا أستاذ مكي، 95% من أموال العراق تمر عبر البنك الفيدرالي الأمريكي. هناك لدينا أكثر من 100 مليار دولار موجودة في البنوك الأمريكية. قد يتفق العراق مع الصين، مع روسيا، مع دول الاتحاد الأوروبي في مجال التسليح أو استيراد الأسلحة إلى العراق، لكن كي إذا لم تكن هناك موافقة أمريكية على الصرف، كيف سيقوم العراق بدفع هذه الأموال؟ أنا أعتقد يعني حتى مع خروج القوات الأمريكية من العراق لازالت الولايات المتحدة هي من تتحكم بالمشهد، على الأقل لنقول الاقتصادي في العراق، باعتبار أن أموال النفط تمر عبر البنك الفيدرالي الأمريكي. نعم، انتهى الوقت. في الختام لابد من أن أشكر ضيفينا على مشاركتهما معنا، من أربيل المحلل السياسي غانم العابد، شكرا لك. أشكر من بغداد الباحث السياسي الأستاذ واثق الجابري، شكرا لكما. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مع وضد. لا تنسوا أبدا، نحن دائما معكم. إلى اللقاء. أن الحرب الثوري الإيراني